في رأيك ارتكبه مبارك؟ السماح لابنه ومراته أن يسيطروا على الحياة السياسية. أسوأ شيء لامرأة أن تتهم بالفجور. أستاذ لميس إذا سمحت ممكن أوقف التسجيل. هو أنا بس كنت باكل بيتزا وريش؟ ما كل مصر كانت بتاكل بيتزا وريش. قالوا إنه ده فاروق حسني كان ينقي للهانم زي ما كانوا بيقولوا عليها كل حاجة. انت فلول ولا ثورة مضادة ولا ايه؟ كل ده كله مع بعضه. انا فلة كبيرة. كان في خلاف بينك وبين جمال مبارك. جه وقت الثورة قال لي تذيع القناة الأولى والتانية. انتوا ما تسألوش فيه. عايز يقفلها يقفلها. أحسن حاجة حصلت لي في حياتي إنهم طلعوني سنة 2005. كان زمانك هناك. مين اللي قاعد معاهم هناك؟ لا قدر الله الثورة كانت فشلت، تفتكر كان مصيركم هيبقى ايه؟ لا طبعا مصير أسود. كنا زماننا في طورة دلوقتي. مين كان أخطر واحد في مصر؟ العدلي؟ العدلي تقدر تقولي أغبى مسؤول في مصر. ثورة تونس خلتنا نشوف الحلم حقيقة، شفنا إن في ديكتاتور قدر الشعب بتاعه يشيله. لما قالوا لك دي قضية آداب، مين اللي لفق لك؟ الداخلية. قالوا لي 5 دقايق ومروحة. والله العظيم بقول الحق. هتقولي كل الحقيقة ولا نص الحقيقة؟ فقط على قناة CBC في رمضان.